حديثنا اليوم طبعا العالم المسيحي بشكل عام بغض النظر الطوائف بيحتفلوا في هذه الفترة بيوم ما يسمى عيد العنصرة أو عيد حلول الروح القدس، ولكن هذا الحدث كان يسمى يوم الخمسين، حدث في يوم الخمسين. إذا ممكن تعطينا مقدمة أو فكرة بس عن يوم الخمسين قبل ما ندخل في فحوى الموضوع. شكرا. بالفعل الحقيقة ولما حضر يوم الخمسين، يبقى أيضا التعبير ده الموجود في سفر الأعمال أصحاح 2 ابتداء من الآية الأولى بيأكد لنا أنه ده كان يوم معين محدد له خلفية تاريخية، وكان جماعة التلاميذ وكل اليهود الموجودين في فلسطين وفي العالم أجمع كانوا بينتظروه، وبالتالي كان جماعة التلاميذ أيضا ينتظروا ولما حضر يوم الخمسين. حقيقة يوم الخمسين له تاريخية، كما أن يوم الخمسين يوم تاريخي. لما نتكلم عن تاريخية يوم الخمسين أسيس نزار، يبقى بنتكلم عن الماضي، تاريخية يوم الخمسين أكيد. عشان كده أنا أرجو أن احنا لو نقدر نشوف على الشاشة سفر اللاويين أصحاح 23، نبص نلاقي أنه بيبدأ هذا الأصحاح بالحديث عن الفصح. في اليوم الرابع عشر من الشهر الأول كان عيد الفصح، الفصح اللي هو شخص الرب يسوع، يرمز شخص الرب يسوع زي ما يقول الكتاب، لأن فصحنا أيضا المسيح قد ذبح لأجلنا، الفصح اللي ذبحوه شعب الرب ووضعوا الدم على القائمتين والعتبة العليا، الفصح اللي شبع به كل بيت من البيوت العبرانية في أرض مصر، واللي الرب من خلال دم الفصح عطاهم حماية وعطاهم تحرير أيضا. ده في اليوم الرابع عشر من الشهر، يوم 14، خلي بالك من التاريخ، يوم 14. يوم 15 أسيس نزار، اليوم التالي ليوم الفصح كان عيد الفطير. عيد الفطير، والرب يسوع هو الفطير القدوس النقي، قداسة شخص الرب يسوع. إذا كان الفصح يشير إلى دم المسيح وكفرت المسيح، في عيد الفطير يشير إلى قداسة شخص المسيح. يبقى عندي يوم 14 يوم الفصح، يوم 15 يوم الفطير عيد الفطير، ويوم 16 عيد الباكورة. عيد الباكورة نقرأ في الكتاب المقدس في سفر اللاويين أصحاح 13، نبص تلاقي الكتاب بيقول هذه الكلمات في الآية 9 الآية 10، كلم الرب موسى قائلا في لاويين 23 الآية 10، كلم بني إسرائيل وقل لهم متى جئتم إلى الأرض التي أنا أعطيكم وحصدتم حصيدها، تأتون بحزمة أول حصيدكم إلى الكاهن فيردد الحزمة أمام الرب للرضا عنكم في غد السبت، يرددها الكاهن. يبقى النهاردة يوم الفصح هو بيعتبروه سبت، سبت مقدس يعني يوم راحة. غد السبت اليوم 15 يجيبوا عيد الفطير، يوم 15 يوم 16 يبقى عيد الباكورة. عيد الباكورة أول حزمة تيجي تتقدم للرب، 14 عيد الفصح، 15 عيد الفطير، 16 عيد الباكورة. الرب يسوع قام من بين الأموات، هو باكورة الراقدين زي ما بيعلمنا الكتاب في العهد الجديد. الشيء الرائع بقى اللي نفسي نحن نخلي بالنا منه يا أسيس نزار هو الآتي. أنا مش عارف إذا كنت أنت شاطر في الحساب ولا مش شاطر زي حالتي، أنا أخير بخلي الله في الحساب. بتعلم يا أسيس. يا ريت تاخدني معاك يا أسيس نزار نتعلم سوا. أركو أن تطلع على الشاشة لو أمكن لويين 23 الآية 15 والآية 16. خلي بالكم المشاهدات والمشاهدين وأنا بقرأ وإنتوا كمان بتطلعوا على الشاشة الكلام ده، ويقول ثم تحسبون لكم من غد السبت من يوم إتيانكم بحزمة الترديد 7 أسابيع تكون كاملة، إلى غد السبت السابع تحسبون 50 يوما، ثم تقربون تقدمة جديدة للرب من مساكنكم، إلى آخر هذا النص. يعني إيه؟ من غد السبت، من غد السبت إحنا قلنا يوم الفصح يوم 14، يوم 15 عيد الفطير، غد السبت يوم 16، من غد السبت. تعالوا نشوفهم طبقهم على شخص الرب يسوع. الرب يسوع على الصليب
يوم الجمعة يوم 14، الرب يسوع في القبر يوم 15، الرب يسوع قام من بين الأموات يوم 16 يوم الأحد. نحسب 50 يوم من غد السبت اللي هو من يوم الأحد، نحسب 50 يوم يعني ابتداء من يوم الأحد، ما هو غد السبت يبقى الأحد. الأحد نحسب 50 يوم، الأسبوع الأولاني يبقى الحد 2 3 4 خميس جمعة سبت، ده أول أسبوع 7 أيام. وبعدين السبت الثاني، السبت الثالث، السبت الرابع، السبت الخامس، السبت السادس، السبت السابع، يجي يوم الخمسين يوم إيه؟ يجي يوم الخمسين يوم الأحد، لأن الأسبوع عندنا من غد السبت حد 2 3 4 خميس جمعة سبت، 7 أسابيع، 7 في 7 49، يوم الخمسين يجي يوم الأحد. هو ده يوم الخمسين اللي فيه كان شعب إسرائيل بيجيب تقدمة من البيت. تقدمة الباكورة يوم 16 من الحقل. لكن تقدمة الخمسين من البيت. الرب يسوع قام من الحقل من بين الأموات. لما صعد إلى بيت الآب أرسل لنا الروح القدس في يوم الخمسين. يوم الخمسين إذن هو يوم حلول الروح القدس اللي كانوا فيه بيقدموا تقدمة من مساكنهم. الرب يسوع صعد إلى المجد، جلس عن يمين العظمة، والرب يسوع أرسل الروح القدس لما حضر يوم الخمسين. يعني الفصح 14، الفطير 15، الباكورة 16، ومن غد السبت نحسب من يوم الأحد نحسب 7 أسابيع، يوم الخمسين يجي يوم الأحد، يوم بداية الكنيسة المسيحية. ده يوم الخمسين يا أسيس نزار لما حضر يوم الخمسين.